قبل إعداد الفيديو شربت كوفي وبريد، قطعة بريد قبل تقريبا ساعة ونصف من إعداد هذا الفيديو أو هاي المحاضرة. العضلة تحتاج طعام، الجسم يحتاج طعام خاصة بالتمارين الرياضية. بس ننتبه، احنا نعيش الوعي الضوئي، فجسمك تراه الضوء، الطعام تراه الضوء، الأعشاب هذه تراها الضوء. آخر فيديوهات لألكس كولير يقول شيء مهم جدا حقيقة حول الشمس. الشمس هذه يقول هي مو من البعد الثالث. شاهدوا حلقات وبرامج ألكس كولير. ألكس كولير من المتصلين الرائدين، تمام، بكائنات الاندروميدا الكونية. أليكس كولير له قناة باليوتيوب، وكرر اسمه أليكس كولير، وطلابنا يعرفون جيدا. أعتذر، كلمة جيدا أريد ألفظها بصورة صحيحة بس كنت أتناول الطعام جيدا. فالشمس مو من البعد الثالث، من البعد الخامس أعتقد قال. والطاقة، طاقة الشمس وطاقة النجوم هي التي شوفوا تملأنا بأبعادها. يعني الشمس من تنظر إليها أنت تستلم طاقة البعد الخامس. شاهدوا آخر فيديوهات أليكس كولير يتحدث حول الشمس، فيديو مهم جدا 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 حقيقة. أين تجدون الفيديو؟ سألوا حول هل من الممكن هذا الفيديو، عنوان الفيديو هل من الممكن أن الاندروميدان يعني يعيشون ويانا، يتمشون ويانا هيك بالمدن؟ هذا الفيديو فيتكلم حول قصته، تمام، كيف التقى بالاندروميدا بالأرض، تمام، التقى بأعتقد شخصيتين من الاندروميدا بالأرض، وواحد من الشخصيات كان يرتدي ملابس يعني من أجل أنه يتعشق بالبعد الثالث لأنه هم من البعد الخامس. وقال في الفيديو يجب يعني هو ممكن يستمر وجوده بالأرض لمدة 7 ساعات، لازم يرجع للبعد الخامس. معروف الديزاين، التصاميم مال ملابسهم حتى تتعشق بالبعد الثالث بها ممكن هاي الفترة، ها، اللي هي 7 ساعات. فبعدها تكلم حول الشمس، ولهذا تنظر إلى الشمس وتستلم طاقة، تقول أستلم طاقة الشمس. النار، نحن آلهة النار، قول وياي أعلن أنا إله النار العظيم هكذا، وأستلم ضوء الأكوان، وتعمل هاي الإشارة، أستلم ضوء الأكوان، أستلم قوة أبدية، هذه إشارة مهمة. أعلن أنا ضوء أبدي، كل خلية من خلايا جسمي ضوء وسلام ومحبة وفرح أبدي. زين، نحطها أيضا شوية
هذا ها هي ايضا سيدز شوي نمزج وياها. تمام. نحط هذا ايضا ويا شوية كثر يعني. تمام شاهدوها منها نخلطها جاي اخلطها. ويا ما يزال اكو قطع الزبد هسه جاي يشعر كأنه ازدادت الشهية، ممكن خلطت ويا ها هذا السيت والزبد، لأن هذا مال البارحة حطيته كرر، حطيته بالفريز وبيه الكريتين وبيه الواي بروتين وبيه الماس جينر ها. السيدات بجنوب العراق، عندنا طالبات من جنوب العراق انتبهوا. كل طالبة من جنوب العراق هاي رسالة إلك، اعملي جيم بسيط ببيتك. ممكن إذا ما عندك هاي الأجهزة أخذي رسم ترسمين هاي الأجهزة يعني ترتيبها ها؟ شاديها ارسميها على ورقة ووديها، ممكن ودي الورقة الحداد، وممكن يعمل تصميم بسيط ها. وحتى الحدادين بالعراق عندهم أثقال بس مو يشترط يعني هالتصميم، تسوين مجموعة لا تقل المجموعة عن 50 كيلو ويانا، وتبدأين بممارسة الرياضة الكونية ويانا. مهمة الرياضة الكونية، لقد أخبرنا أن بالرياضة الكونية الرياضة الثقيلة يتم فتح جينات الأبدية معها. يا طالبات العراق المباركات، معها تدرسون 3 كتب، كتاب قوتك الغير منظورة، كتاب مهم ترجمناه وناقشناه في قناتنا المؤلفة جينيفيف بيرد، أكرر اسمه كتاب قوتك الغير منظورة، درسون هاي العلوم الكونية. وكتاب آخر لجينيفيف بيرد أيضا حصولك على أهدافك أيضا موجود بقناتنا، درسوه بعمق. والكتاب الثالث كتاب مهم جدا جدا جدا، اسم الكتاب قوة الوعي لنيفل جودارد. وأي طالبة جديدة ممكن ما تعرف أين موجودة هذه الكتب، ممكن تسألين الطالبات الأخريات
هم عندهم احنا واضعيه المناقشات والترجمات لهذه الكتب واضعيها في البلاي ليست، فممكن الطالبة الجديدة اتصل بطالبات أخريات يعني دارسين ويانا، وهم ممكن يساعدوك انك تجدين هذه الكتب موجودة بقناتنا، ترجمناها وناقشناها بعمق. اطلب ايضا من كل طالبة تسمعني، من كل طالبة تسمعني اللي هي ويانا ممكن سنتين الان تدرس، انه تساعد الطالبات الجديدات بالعلوم الكونية، تدرسوهن تمام بالعربي، تدرسوهن الطالبات الجديدات. أطلب من الطالبات اللي ويانا سنتين يدرسون هاي العلوم، أطلب من الطالبات أن يعملون مجاميع بالسوشيال ميديا للطالبات الجديدات، ويبدأون بتدريسهم الثلاثة كتب: كتاب قوة الوعي لنيفل جودارد، كتاب Your Invisible Power قوتك الغير منظورة لجينيفيف بيرنج، وكتاب حصولك على أهدافك أيضا لجينيفيف بيرنج، واللي هي تعتبر أحد الرائدات حقيقة في علوم الميتافيزيكس. وأيضا تدرسهم العلوم الكونية وعلوم الوعي، تأخذون حلقات يعني من قنواتنا وتبدأون بمناقشتها مع الطالبات الجديدات. هاي النقطة. النقطة الأخرى، إذا ما عندكم ممكن هذه الأطعمة أو هاي الأعشاب اللي تحدثنا حولها، تذهبون إلى هاي موجودة بأسواق العراق، خاصة بجنوب العراق، موجودة ببغداد بالموصل، هناك العطارين القدامى أو القدماء موجودين، هؤلاء بالأمازيغ بالعراق بالخليج، وعندهم الأعشاب الهندية والأعشاب الصينية، تروحون إلهم. لا تمارسون الرياضة، هاي الرياضة ثقيلة، هاي الرياضة مهمة، هاي الرياضة رياضة كونية، لا تمارسوها بدون أن تتناولون هاي الأعشاب. خطأ، لازم يكون عندكم الأعشاب اللي احنا جاي نناقشها. إذا ما تتوفر عندكم، تذهبون إلى ما احنا نسميهم العطارين القدماء، موجودين بالأسواق، الأسواق القديمة في العراق، الأسواق القديمة في الأمازيغ، في مصر، عندهم الأعشاب الهندية والصينية وأعشاب عظيمة، تتناولوها وتمارسون الرياضة الكونية شبابنا. زين، الآن أيضا راح أتناول الأورمس، بس أعتقد قطرات قليلة. السبب لأن البارحة بالحلقة 1630 البارحة كان ما أعرف وضعت أعتقد قطرات كثيرة هذا الأورمس، شوفوا ما أعرف قطرتين أعتقد أفضل ويانا هذا، هذا شيء جاي يلا كافي هذا بهالحدود، شوفوا هذا تأثير عظيم. أنا يعني هذا الاستخدام الثاني، بس من البارحة إلى اليوم
التأثير ماله حقيقة مدهش. أبارك هذا العشب، هكذا نقول، أبارك هذا العشب، اتحد بروحه العظيمة، اتحد بروحه العظيمة، واتحد بطاقة الماء العظيمة، واتحد بطاقة النار العظيمة، واتحد بطاقة الأرض العظيمة، واتحد بطاقة الأكوان العظيمة. جسمي ضوء الأكوان، روحي ضوء الأكوان، أنفاسي ضوء الأكوان، أفكاري ضوء الأكوان. كل واحد يسمعنا استلم ضوء أبدي وخير أبدي. كل واحد يسمعنا ابدأ معانا، طبق معانا، عيش معانا الضوء، القوة الكونية، طبق هذه الرياضة الكونية، ابدأ بها. أفكارنا، أنفاسنا تعيش ضوء الأكوان. أوم، هذا صوت الحرية. تغمض عينك وتطلق هذا الصوت. أوم، في أعماق الأكوان، أنا إله النار العظيم، أنا الضوء العظيم، أنا خالق عظيم، أنا في أعماق الأكوان، روحي أنفاسي جسمي أفكاري ضوء أبدي، ضوء أبدي، ضوء أبدي. باسم طاقة النار العظيمة أعلن أنا إله النار، أعيش قوة أبدية، أعيش ضوء أبدي، كل خلية من خلايا جسمي ضوء، أنفاسي ضوء، أستلم ذكاء الأكوان، أعيش حكمة الأكوان، أستلم ذكاء الأكوان، أعيش حكمة الأكوان، كل خلية من خلايا جسمي تعيش ذكاء الأكوان، ذكاء الأكوان. نرى السلام والمحبة في حياتنا، نرى القوة في حياتنا، الأكوان العظيمة تبارك الطعام، الأكوان العظيمة تبارك أجسامنا، الأكوان العظيمة تبارك أرواحنا،
الأكوان العظيمة تبارك أيامنا. عندما تتناول الطعام تقول هذا طعام الأبدية، الطعام يسمع ويفهم نوايانا. نقول باسم الطعام العظيم استلم ظروف عظيمة، قولوها وياي، باسم الطعام العظيم استلم ظروف عظيمة. انت تتناول الطعام ترى بفكرك تستلم ظروف عظيمة وحياة عظيمة ونجاح عظيم. طيب الآن أيضا نبدأ نمارس، ها؟ نبدأ هكذا ويانا خفيف، هذا استعدادات بسيطة. نتنفس ونعلن نحن ضوء الأكوان، أرواحنا أنفاسنا ضوء أبدي، أفكارنا ضوء أبدي. أبارك جسمي العظيم، أبارك حياتي العظيمة، أبارك أنفاسي العظيمة. في كل نفس أتنفسه أتجدد بضوء الأكوان، في كل نفس أتنفسه أعيش قوة أبدية، أعيش خير أبدي، محبة أبدية. أنفاسي روحي ضوء الأكوان، أنفاسي روحي قوة أبدية. بهدوء، ها شادو، هذا 5 كيلو من نانا الصغير، 21 21 5 كيلو، 7.5. خفيفة جدا هذه، و كأنه preparation بالإنجليزي، ها؟ إلى جسمك. ومن تبدأ الرياضة الكونية أعرف روحك، فكرك، جسمك، الهرمونات، العظام، العضلات، أفكارك كلها كون الضوء،
قوة بديعة، فتقول عظامي عضلاتي جسمي روحي أنفاسي ضوء الأكوان. عظامي روحي جسمي أفكاري ضوء الأكوان. أنا قوة أبدية، أنا روح أبدية، أنا حياة أبدية. أنا إله النار العظيم، أنفاسي روحي جسمي في أعماق الأكوان. طاقات ضوئية عظيمة مباركة مقدسة، طاقات ضوئية عظيمة مباركة مقدسة. أنا جسم الضوء، أنا روح الضوء، أنا الأكوان العظيمة، أنا خالق عظيم، أنا قوة عظيمة، أنا روح عظيمة، أنا أنفاس عظيمة، أنا المنظور وأنا الغير منظور. أنا أبعاد الأبدية، أنا أبعاد الأبدية. هذا مهم الرفع. شوف شوف شوف، واحد عندما تتمرن مرة أخرى، معلش اسمحوا لي شبابنا، من تتمرنوا شبابنا دائما في أعماق الأكوان، لا تركز على الجسم، لا تركز على الأثقال، لا تركز على المادة، اترك المادة، تمرن وعيش في أعماق الأكوان، تمرن وعيش في أعماق الأكوان. التمارين تكون مرة خفيف يعني بهدوء، مرة متوسط، مرة ثقيلة، تأخذ ريست، ها الأطعمة، الأعشاب، الصلاة الكونية. الدراسة جدا مهمة شبابنا، دراسة العلوم الكونية. بهدوء بهدوء، التنفس، نتنفس ونعيش ضوء الأكوان. تنفس الآن، عيش ضوء الأكوان. روحي أنفاسي في أعماق الأكوان، أعيش قوة بديعة. روحي أنفاسي ضوء الأكوان، أعيش قوة بديعة. أنا خالق عظيم، أنا قوة عظيمة، أنا روح عظيمة. أنطلق في أعماق الأكوان، أرجع لحقيقتي. أنا ضوء الأكوان، أنا ضوء الأكوان، أنا ضوء الأكوان، أنا ضوء الأكوان. واحد اثنين ست اليد الأخرى.
لا تركز على الثقل، اغمض عينك، أنت في أعماق الأكوان، أنت في أعماق الأكوان. ضوء، محبة، قوة. نردد هذه الكلمات الثلاثة: ضوء، محبة، قوة. 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 اغمض عينك في أعماق الأكوان، حلق في أعماق الأكوان. أرواحنا ضوء، أنفاسنا ضوء. أنا ما بعد الزمن، أنا إله النار، أنا إله النار، أنا إله النار. حرية أبدية، أنفاسنا أرواحنا. حرية أبدية، قوة أبدية، خير أبدي. ها 12.5 كيلو، نسوي هذا التمرين بسيط جدا أيضا. أعيش قوة الأكوان، أعيش ضوء الأكوان، أعيش محبة أبدية، أعيش روح أبدية. أنفاسي، حياتي، ضوء الأكوان. ما أدري هذا يشوفون منه شلون نرتبه. والله دقيقة دقيقة، خلنا نرتبه. هاي يرجع هذا لو ثقيل. ها شاهدوا هذا منا ويانا. اريد اسحب هذا وارفعه بس بوقوفا. ها ما ادري شايف، بس اريد اتاكد من الكاميرا شباب. هذا هاي الفكره. ها هذا عندك هنا سته، هذا سته، واحد و واحد نص، واحد نص، واحد نص، واحد نص، سته بسته 12. هذا 12 وهذا 2.5، واحد نص، واحد نص، يعني هاي خمسه، وخمسه منها 10 و 12 22.
كسر إيد الجرة ممكن يرضه. لا بس أتأكد تسمعون صوتي أعتقد. ها أعتقد أوكي شاهدوني. زين دقيقة صراحة هذا ريده هيجي بس على مود الكاميرا هاي الفكرة بس اريد الكاميرا تظهر. زين خلينا نجلس يلا. واحد واحد شاهدوا اثنين ثلاثة أربعة ريشة نغمض عيننا ونعلن نحن قوة بدية. ست ريشة المارين الرقبة ها هذا حطينا بيه هسه 8.5 لا مو 8.5 3 شو هذا شو ها هاي 2 كيلو صح 2 4 6 هاي الأقراص هذا 2 وهذا الصغير هذا 2.5 بس هذا الصغير يعني من شركة أخرى هذا ستيل 2.5 8.5 المجموع 8.5 نريد نحطه تمرين الرقبة شبابنا مهم هذا التمرين رفع منا شويه اها رائع شويه سطونا مجال اها عظيم هذا هذا رائع الرقبة 8.5 شوفوا أصلا أشعر باسترخاء حقيقة تعرفون استرخاء عجيب هذا كأنه تحطه بالرأس يعني وتتمرن جاي يعيش استرخاء عظيم حقيقة وأشاهد نفسي في أعماق الأكوان ضوء أبدي أنا إله النار العظيم أنا ضوء أبدي روحي أنفاسي ضوء حياتي ضوء أعيش قوة أبدية أعيش قوة أبدية جاي أشعر باسترخاء كبير الكون يباركنا الكون يباركنا الكون يباركنا الكون يباركنا واحد أربعة أوه. 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 أوه.
ممكن نسوي ايضا نجيب هذا نسويها بهالطريقه، يعني نرفع هذا ونرفع ايضا هذا بطريقتين، سهل جدا وخفيف جدا، طبعا جدا 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 خفيف جدا وسهل جدا. شوف 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 خفيف جدا. لا لا انا اضوي الاكوا، انا اضوي الاكوا. شرب الماء مهم حقيقة أثناء تمارين الماء شبابنا. أبارك جسمي العظيم، أبارك أنفاسي العظيم، أبارك روحي العظيم، أبارك حياتي العظيمة، وأعلن أنا قوة بدية. روحي أنفاسي ضوء الأكوان، روحي أنفاسي ضوء الأكوان، روحي أنفاسي ضوء الأكوان. التافنج شبابنا مهم مهم، هذا التافنج بشكل مهم حقيقة. هذا التابنج في غاية الأهمية. هاي المنطقة شوف 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 الظهر. وبارك جسمي العظيم. احنا أجسام ضوئية مو جسم واحد. ألف قلب، ألف عين، ألف يد، ألف يد. قوة 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 وضوء ومحبة. حياتنا قوة وضوء ومحبة. أنفاسنا قوة وضوء ومحبة. أرواحنا قوة وضوء ومحبة. الرأس 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 هذا بقوة. استرخاء عظيم. قول هاي الكلمة، استرخاء عظيم، استرخاء عظيم. هاي المنطقة شوف 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 هاي المنطقة استرخاء عظيم. هاي المنطقة مهمة، هاي 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 مهمة جدا. استرخاء عظيم. استلم دي ان اي الاكوان، استلم جينات الابدية، استلم جينات الابدية. هاي المنطقة وقول استلم جينات الابدية، استلم جينات الأبدية، استلم دي ان اي الأكوان. وبارك الماء العظيم. تغمض عينك وترى نحن إله الماء العظيم الانسيابية السهولة الخفة. نسمع صوت البحر، أجسامنا بحار عظيمة. أنا إله الماء العظيم، أنا إله الماء العظيم، أنا إله الماء العظيم، أنا إله الماء العظيم. أنا البحار العظيم، أنا المحيطات العظيمة، أنا الماء الكوني العظيم، أنا إله الماء العظيم، أنا الماء الكوني العظيم. انسيابية خفة، قوة مرونة انسيابية خفة، قوة مرونة انسيابية خفة، قوة مرونة انسيابية خفة، قوة مرونة. خلينا نرجع لهذا، ها ويانا يلا.
بس نضبطها مرة أخرى شوي، نرتب التيبل طول ما نزال شبابنا. ها شوفوني منا، ها واضح أعتقد. أوه. أبارك جسمي العظيم، أبارك حياتي العظيمة، أبارك أنفاسي العظيمة، وأعلن أنا ضوء الأكوان، أعلن أنا ضوء الأكوان، أعلن أنا ضوء الأكوان.